صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم غادي نوجدوا سلطه ديال الروز بالخضر، كتجي لذيذه بزاف وجميله في المنظر. اول حاجه غادي ناخذ طنجره وندير فيها الماء طايب الكافي باش نطيب فيه الروز ديالي. كنزيد الملحه، هذا الحساب اللي درتو كندير 4 من هادو. كنزيد معايا واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه صغيره. كيما كتشوفوا البنات هنايا انا درت اللوبيا كتسلق في الماء، درت معها الملحه ومعلقه ديال الزيت، درت البربه وكتسلق، غنزيد عليها الملحه نخليها تسلق. دائما كنزيد البنات نقيطه ديال الزيت خيسو اولا الجزر، كنزيد معلقه صغيره ديال الزيت، نزيد شويه الملحه، درت البطاطا غندير عليها الماء طيب، غنزيد الملحه. هذا الماء ديال الخضره كله غنوجد به لا سوب. طايره ديال الزيت كيف ما درتيش، بعد ما طاب ليا الروز انا قطرته، خديت معلقه ديال المايونيز كما كتشوفوا، غادي نزيد عليهم شويه الخل شي معلقه، غادي نزيد عليهم فرماج مثلث اولا مربع، نبدلو شويه في الصلصه. غادي نزيد جوج دانون ناتور ولا دانون سوس، كما قلت لكم هذا الروز انا بغيته بيض حيت عندي ديجا الخضره. كنخلط هذا لاصوص مزيان، ندوب في هذا الفرماج، تقدروا تخففوها بشويه الماء كما كتشوفوا. النص غنخليه مرافق للصلصه والنص الاخر غنديرو مع الروز. غادي نخلطو مزيان مزيان، غادي نعمر المول وغنديرو في الثلاجة ونتسنى الخضرة حتى تبرد واحد ساعتين. غنبدا ندير الدريساج ديال السلطة، انا وجدت وريدة بحال هكا. كناخد الطوماط ديالي اولا مطيشة ندير لها بحال هكا ونبقى غادا معاها هكا هكا، نديرها شويه بيضه باش ما تقطعش ليا، نبقى غادا نعاود ندير الطبسي لتحت ونبقى غادا معاها بهذا الشكل. هذا كناخذ البنات هادي هاد الاخره تنبقى ندور فيها بهذا الشكل، هذا ندور فيها هكذا، نتمنى تكون الصوره واضحه للناس. وكنحطها على هذا وكتجي بهذا الشكل هذا البنات. ندير شويه لي كاروت، غناخذ هذا اللوبيا غادي نديرها من هنا، غادي ندير هنا شويه لي بوم دو تير اولا بطاطا، ندير شويه هنا مع بيضه مكتبانش بزاف، نحطها هنا البنات كتجي على هذا الشكل، هذا كتولي سلطه بريستيج وهي بمكونات عاديه واقتصاديه. نوريك كيفاش جات. هذه هي الصلصه المرافقه اللي غنرافقها للسلطه البنات، كما كتشوفوا السلطه قدمت معها الكبسه، توصف المقلاة مع شويه الزيت. التزيين كيبقى على حساب الذوق، وكتبقى سلطه صحيه ومنعشه في هذا الصيف هذا واقتصاديه.